ثالثة من التعليم الابتدائي في كتاب الواضح في النشاط العلمي صفحة 56 عند درس كيف أستعمل المحرار لتعيين درجة حرارة جسم سائل، هذا في صفحة 56. إذن صفحة 56 كيف أستعمل المحرار لتعيين درجة حرارة جسم سائل. Comment j'utilise le thermomètre? كيف أستعمل المحرار؟ Pour repérer la température لتعيين درجة حرارة d'un liquide. الهدف التعلمي أتعرف المحرار وكيفية استعماله وقراءته. إذن je découvre le thermomètre et je l'utilise. Je découvre هي أتعرف، معنى أتعرف le thermomètre المحرار et je l'utilise وأستعمله. إذن انطلق ولاحظ الصورة، ولاحظ الصورة وأعبر عن مضمونها. هذه الصورة نلاحظ أنه يستعمل الحليب في يده ليقيس ليتحسس درجة حرارة الحليب قبل أن يعطيه للطفل. إذن أتساءل كيف أعين درجة حرارة جسم سائل؟ كيفاش ممكن نعرف درجة حرارة جسم معين سائل؟ أفترض أستعمل المحرار، إذن أختبر، اليوم أختبر، أتعرف مراحل استعمال محرار وأملأ الفراغ على التوالي. في واحد بما يلي: يستقر الخزان يلمس، وفي اثنان بما يلي: سائل عيني مستوى. إذن نأتي إلى واحد أغمر بمن؟ أغمر ماذا؟ أغمر في السائل، أغمر الخزان، الخزان هو هذا، الخزان هذا الخزان الكلام، في السائل دون لمسي، دون أن يلمس قعر جوانب الإناء، هذا الإناء هذا بلا ما يقيس الجيب ديالو. وأنتظر حتى يستقر سطح السائل المحرار. اثنان أضع عيني في نفس ماذا؟ في نفس مستوى سطح السائل المحراري ثم أقرأ النتيجة، لأن إذا وضعت عيني فوق المستوى أو تحت المستوى سأقرأ النتيجة قراءة خاطئة. إذا وضعت عيني فوق المستوى أقرأ النتيجة زائدة بشكل زائد. إذن ونفس الشيء كذلك إذا وضعت عيني تحت مستوى السائل، تحت سطح السائل. إذن ب أنجز المناولة التالية: أستعمل المحرار لأعين درجة حرارة الماء في الحالتين، وألاحظ سطح السائل المحرار.
أملأ الفراغ في ثلاثة، ثلاثة أملأ الفراغ بما يلي: بماذا؟ صفر سائل، وفي أربعة بما يلي: درجة سطح. يشير، نأتي إلى ثلاثة، ثلاثة يشير سطح، سطح ماذا؟ المحراري، سطح السائل المحراري إلى درجة الحرارة فوق ماذا؟ فوق الصفر، لأن هنا عندنا 31 فوق الصفر، إذن درجة الحرارة التي يشير إليها المحرر هي درجة فوق 31 فوق الصفر. في أربعة: يشير سطح السائل المحراري إلى درجة الحرارة تحت الصفر. لاحظ هنا صفر وكاين تحت من الصفر، كاين واحد اثنان تحت الصفر، إذن المحرار يشير إلى اثنان تحت الصفر. أستخلص، إذن أستخلص أملأ الفراغات، أملأ الفراغات بما يناسب لقراءة يستقر درجة خزان سطح لمس. إذن لتعيين ماذا؟ لتعيين درجة حرارة جسم سائل يجب غمر، غمر ماذا؟ غمر خزان المحرار، خزان المحرار في السائل دون لمس جدران الإناء، دون لمس جدران الإناء، الانتظار إلى أن يستقر سطح السائل البحراني، جعل العين في نفس مستوى سطح، في مستوى سطح السائل البحراني لقراءة درجة الحرارة. وحدة درجة، درجة الحرارة هي سيلسيوس، ورمزها هنا سيلسيوس، نكتب واحد صفر صغير والسي. إذن أعيد: لتعيين درجة حرارة جسم سائل يجب غمر خزان المحرار في السائل دون لمس جدران الإناء، الانتظار إلى أن يستقر سطح السائل المحراري، جعل العين في نفس مستوى سطح السائل المحراري لقراءة درجة الحرارة. وحدة درجة الحرارة هي سيلسيوس، ورمزها هنا سيلسيوس بهذا الشكل. ونأتي إلى أغنية معجمي، إذن عين، روبيري هي معناها عين، سطح سيرفاس، كنقولوا لا سيرفاس، لا سيرفاس دو لا تيغ، سطح الأرض، مستوى نيفو، لو نيفو مستوى، مثلا لو نيفو دو لو مستوى الماء، لو نيفو سيلسيوس، سيلسيوس بمعنى 31 درجة، كنقولو 31 سيلسيوس، إذن 31 درجة، سيلسيوس هي درجته الرمز ديال درجته الحرارة. إذن أستثمر، أستثمر J'utilise les chiffres de 1 à 4 pour classer les étapes de la prise de ma température à l'aide d'un thermomètre médical.
J'utilise les chiffres de 1 à 4, معناها استعمل الارقام من 1 الى 4 pour classer les étapes, les ترتيب مراحل de la prise de ma température, les مراحل استعمال اخذ الحراره, مراحل اخذ الحراره à l'aide d'un thermomètre médical بواسطه ولا بواسطه واحد محرار طبي. إذن عندنا هنا je lis la température indiquée, أقرأ درجة الحرارة المعينة, عندي je nettoie le réservoir avec du coton imbibé d'alcool, je nettoie le réservoir, أنا أضيف خزان ديال المحرار avec du coton بالقطن مبلل بالالكول, مبلل بالالكول. Je mets le réservoir dans ma bouche. إذن أضع الخزانة في فمي. J'agite le thermomètre وحرك المحرار. إذن غنرتب هنايا ونضع الأرقام. إذن الأولى غتكون عندي هي je nettoie le réservoir. Il est en def. Le khazan avec du coton. Imbibé, hadi hiya l'oula. Tanyan, j'agite le thermomètre. Idem, tanyan, ouharrik, le mihrar. Tanyan, je mets le réservoir dans ma bouche. أضعه أضع المحرار في فمي. وأخيرا المرحلة الرابعة je lis la température, أقرأ درجة الحرارة معينة. وبهذا نأتي إلى نهاية هذا الدرس, وشكرا وإلى اللقاء, ولا تنسوا الاشتراك.